هناك حديث يخيفني كثيرا، بل كان يخيف الكثير ممن كان قبلنا، أن الله عز وجل أول ما يوقف بين يديه لينصرف إلى النار عالم. اسمع هذا الكلام، الذي سيدخل النار أول من يدخل النار عالم، قبل إبليس وقبل فرعون وقبل هامان، عالم مسلم يوقفه الله تعالى بين يديه ويسأله: ماذا عملت يا عبدي؟ فيقول: يا رب تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك. فيقول الله تعالى له: كذبت، تعلمت ليقال عالم، وعلمت ليقال معلم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار، فيلقى في النار على وجهه، ثم يوقف بين يديه سبحانه وتعالى متصدق محسن، فيقول الله عز وجل له: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب أنفقت في سبيلك وعملت الخير من أجلك. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما تصدقت ليقال محسن كريم متصدق، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. خلاص، الشيء الذي عملته أخذت مقابله ممن طلبت منهم ذلك، ممن نويت وأردتهم، فيلقى في النار على وجهه، ثم يوقف بين يديه رجل قاتل بين الصفين وهو مسلم وقتل في الجهاد، فيقول له الله تعالى: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قاتلت من أجلك واستشهدت في سبيلك. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقتلت ليقال شهيد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فيلقى في النار على وجهه. هذا الحديث أقضى مضاجع الصالحين، لأن فيه نوع من مواجهة الإنسان بحقيقة الأمر. الله كريم، والحق عز وجل لا يضيع إيمان المؤمنين ولا يضيع أعمال العاملين، لكن الحق سبحانه وتعالى رب إله، لا يقبل أن يكذب عليه، لا يقبل أن يعامله العبد بالخديعة، تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وقلبك مشغول بزيد وبعامر، بأحد من الناس. لهذا جاء مرض الرياء من أشد وأخطر الأمراض التي تصيب القلوب، وينبغي للمؤمن أن يحرص على معرفة هذا المرض، على معرفة كيف يفتش على قلبه. تعال يا مريد، فتش على قلبك.